السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الجزء. اليوم إن شاء الله نخدم على معيار عدد عقدي، وهذا المعيار حاجة مهمة ما يمكنش لنا نخدمه نجيبه شي نقطة متميزة إذا ما كناش عارفين شنو هو هذا المعيار. ليكون دو على بركة الله، ليكون زائد عدد عقدي طبعا يساوي A زائد B، بحيث A B دائما على حقين تمون إلى R أو استثنان، وأما الإحداثية تاعها هي A B صورة هاد العدد العقدي زد. بغينا نتلو هاد النقطة، إلا نتلو هاد النقطة غنمثلو أكيد أو غنمثلوها في المحور الحقيقي هنا لأنه جزء حقيقي، وبالا نمثلوها في المحور التخيلي لأنه جزء تخيلي ب. كنمشيو هاد النقطة، هي هاد النقطة M، تجينا هنا هادي هي M A B، يعني M ديال زد، يعني ممكن نكتبوها ايضا M ديال زد او لا ممكن نكتبوها عاوتاني باش تصالحو معاها، نكتبوها داكشي كامل بحال بحال، يعني جميع هذا تعني نفس الحاجة، يعني تعني هادي او ام عبارة عن اش، او ام هادي هي او ام عبارة عن اش، عبارة عن مسافة، وهاد او ام بالنسبة في التمثيل العقدي راه هو اللي تمثل ليه المعيار، يعني المعيار عبارة عن اش، او ام عبارة عن اش، المعيار عبارة عن مسافة. ومن الخاصية تاع المسافة اللي خاصنا نعرفوها ان المسافة تكون موجبة، ما يمكنش لينا نلقاو شي مسافة سالبة، يعني يقول شي واحد شريط ناقص 2 متر ولا بحال هكا، يعني دائما المسافة تكون موجبة، بحيث إلا اعتبرنا بأن الزد عنده A زائد AB يعني OM، يعني هذا عطينا هي النقطة M، والنقطة M شناهي؟ يعني باش نديروها مزيان، هذا عطينا هي A أس 2 زائد ب أس 2، الإحداثي أس 2 زائد الإحداثي أس 2، يعني هذا هو باش نحسبو المعيار. وطبيعة الحال هاد المسافة أكيد غيكون عندها المتجهة، غتكون عندها واحد المتجهة، مثلا نعتبرها بأنها هي أو إم، فإن أو إم عبارة عن مسافة، عبارة عن متجهة، وممكن تنظمز لها مثلا بالمنظم ديال أو إم اللي هو أيضا عبارة عن مسافة. ندوز نشرحو هادشي كتابة، يعني معيار عدد عقدي هو عدد كيدير موجب نرمز له ب معيار تاع الزد، هذا مع هذا اش يتسمى معيار، يعني هو القيمة المطلقة، يعني القيمة المطلقة ولكن في العدد العقدي نقولوا لي بأنه معيار، بحيث الزد اش المعيار تاع الزد اش يساوي هو جذر تاع A جزء حقيقي أس 2 زائد جزء تخيلي أس 2 اللي تساوي ليا اش تساوي ليا هو الزد مضروب في الزد بار، كما سبق لينا شنو واحد الجزء قلت لكم بأن شنو هو الزد بار، هو المرافق، يعني نعتبرو بأن الزد هي هذه والزد بار هي شنو هي A ناقص B، يعني A يعني الضرب زد مضروبه زد بار اش تساوي؟ تتساوي هي A زائد اي بي عامل لي A ناقص اي بي، وهذه شناهي؟ متطابقة هامة، لا تعطينا هي A أس 2 ناقص اي بي الكل أس 2، لا تساوي هي A أس 2 ناقص بي أس 2 مضروبة في اي أس 2، واش نعرفو على اي أس 2؟ يساوي ناقص واحد، لا تساوي ليا ناقص يدخل هنا تولي زائد، تساوي A أس 2 زائد B أس 2، وهذه فينا هي؟ راه هي هذه، يعني هذه تتساوي هي المعيار تاع الزد، احنا برهنا عليها هنا،
وكنا ديجا مرنا على واحد جزء ما عقلتينا جزء مي درت هذه بالضبط. لا تساوي ايضا في هذه الحاله شتساوي لي المسافه او ام. هذا هو المعيار. غنعطيو واحد الملاحظات، واحد الملاحظات تعتبر مهمه، يعني كما شفت المعيار سهل جدا، واحد الملاحظة أخرى بالنسبة للمعيار خاصنا ديما نلقاو الاختصار، أقل اختصار اللي ممكن نلقاو في المعيار، وهادشي إن شاء الله نشوفوه في التمارين. يعني ملاحظة، ملاحظة إذا كان، إذا كان، يعني نعتبر ليكن مثلا، ليكن، ليكن أ ينتمي إلى المجموعة R. إذا كان زد يساوي أ، يعني يساوي الحقيقي، فإن، فإن معيار زد هو القيمة المطلقة، المطلقة للعدد، للعدد زد. إذا كان، وإذا كان، إذا كان هاد أ مهما يكون، سواء أن يكون موجب سواء أن يكون سالب، كان موجب راه يبقى، كان سالب تحيدو ليا ديك القيمة المطلقة. إذا كان زد يساوي مثلا أي جزء تخيلي، فإن معيار زد هو القيمة المطلقة للعدد، للعدد زد. نديرو شي امثله باش تفهموا هادشي مزيان. هاد الملاحظه تعتبر مهمه لانها تختصر لنا وقت. ندوز امثله، ندوز تمرين، تمرين، تمرين. اعطي معيار الاعداد التالية، يعني نعتبر زد واحد تساوي هي واحد زائد اي، زد جوج تتساوي مثلا هي جذر ثلاثة ناقص اثنان اي، زد ثلاثة تتساوي مثلا هي خمسة، زد أربعة تتساوي هي ناقص مثلا اثنان اي، ونزيدو شي وحدة أخرى نعتبرو بأنها زد خمسة تتساوي هي ناقص ثلاثة ناقص ناقص مثلا ناقص جذر خمسة اي. ندعو على بركة الله ب زد واحد، المعيار تاع زد واحد شحال يساوي ليا؟ هو جذر واحد أس اثنان زائد اللي حدا اي اللي هو واحد، واحد أس اثنان. واحد الملاحظة نقولها جات ليا على راسي دابا، يعني أن المعيار تاع ا زائد اي بي يخالف، فهمت، يخالف ا أس اثنان زائد اي بي أس اثنان. يعني شنو هو اللي علاش درت انا يخالف على قبل هاد اي؟ هاد اي مخصص تكون، يعني حنا ستنعرفو يعني ان ا زائد اي بي راه يساوي جذر تاع ا أس اثنان حقيقة أس اثنان زائد، هنا ضروري تنديرو زائد، كاين اللي تبان لي مثلا بحال هنا ناقص وتجي تدير هنا ناقص، خطأ، تكتب على هاد الشكل، الجزء الحقيقي أس اثنان زائد الجزء التخيلي أس اثنان، وهنا ديروا عليها، ممكن ديروا عليها شي علامة تعجب، لأنها تعتبر حاجة مهمة، يعني المعيار إذا كان عندي خطأ، فالشي كامل اللي جاي من بعد المعيار بطبيعة الحال يكون عندي خطأ، لا تساوي هي جذر واحد زائد واحد، لا تعطيني واحد زائد واحد، لا تعطيني هي جذر اثنان. ندوزو بزد جوج شحال تساوي؟ تساوي هي جذر ثلاثة الكل أس اثنان زائد جزء التخيلي شحال تساوي؟ هو ناقص اثنان الكل أس اثنان لا يساوي هو اثنان، تحيد لي الجذر تبقى لي هي ثلاثة زائد ناقص اثنان أس اثنان تعطيني هي زائد أربعة لا تساوي لي هي جذر سبعة. ندوزو زد ثلاثة لا تساوي ليا، لا تساوي ليا خمسة، لا تساوي مباشرة، يعني تساوي ليا صفر
لا تساوي ليا 5 أس 2 شنو بينا زائد بما أن تخيلي ما بينش يساوي 0 أس 2 لا تساوي هي 5 أس 2 وأس 2 نحيد ليا غير تساوي 5 وهذه هي الملاحظة اللي كنا قلنا تساوي مباشرة هي القيمة المطلقة للعدد يعني نعس نديرو القيمة المطلقة اللي نفرض مثلا كانت سالب تحيدو ديك القيمة المطلقة ندوزو زد أربعة زد أربعة اللي تتساوي هي ناقص اثنان إي لا تساوي هي بما أن عندي غير جزء تخيلي يعني هاد جزء تسمى عدد حقا عدد عقدي صفر لأنه في غير تخيلي يعني تكون في أس اثنان زائد ناقص اثنان ما ننساش الإشارة أس اثنان لا تساوي هي جذر أربعة لا تساوي هي اثنان كما شفتو دائما تخرج لينا النتيجة موجبة لأننا المسافة ضروري تخرج لينا موجبة ميمكنش المسافة تخرج لينا سالبة ندوزو لآخر مثال اللي هو زد خمسة لا يساوي هو جذر تاع ناقص ثلاثة ناخذو غير الإشارة تاعها زائد ناقص خمسة زائد ناقص خمسة ناقص جذر خمسة الكل أس اثنان لا تساوي هي جذر هنا تعطيني ثلاثة زائد خمسة لا تساوي هي جذر ثمانية وجذر ثمانية نعرفوه هو شناهو هو جوج جذر جوج وهذه عبارة عن دائما من يخرج لنا بحال الشكل دائما نديرو أقل حاجة لأننا نحتاجو في واحد الفقرة مهمة دابا غندوزو دابا ندوزو نتمنى تكونوا فهمتوا هذا المعيار مزيان دابا ندوزو خاصيات تاع المعيار انا ندير هنا خاصيات المعيار حاجه مهمه الخاصيات تاع المعيار نبداو باول خاصيه اول خاصيه تقول لنا اذا زد المعيار تاع زد يساوي هو المعيار تاع زد بار يساوي هو المعيار تاع ناقص زد يساوي هو المعيار تاع ناقص زد بار نسيت واحد الحاجه هنا ليكون زد يساوي ا زائد اي بي و زد بريم يساوي ا بريم زائد اي بي بريم حيث ا و ب و ا بريم ب بريم ينتمون الى اغ اس اثنان نشرح هذه يعني لازم نشرحوا هذه يعني نعتبروا بان الزد يعني الزد معيار تاع الزد معيار هذه شحال تعطينا تعطينا مثلا الزد شحال تساوي هو ا زائد اي بي هاكا ندرسو المرافق تاعو يعطينا هو ا ناقص اي بي ناقص زد شحال تعطينا تعطينا هي ناقص ا ناقص اي بي بالنسبة ناقص المرافق ها هو المرافق ندير ندخل عليه الناقص يعني الناقص تساوي ليا هي ناقص ا زائد اي بي هاكا هادشي كامل نديرو ليه المعيار ندخلو 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 ليه المعيار ونشوفو بأنه كامل يخرج لنا يساوي زد المعيار تاع هذا عرفنا اللي يساوي ليا هو ا اس 2 زائد ب اس 2 بالنسبه لهذا شحال تخرج لينا تخرج لينا هي ا اس 2 زائد ناقص ب الكل اس 2 هذا تعطيني هي ناقص ا الكل اس 2 زائد ناقص ب الكل اس 2 ندخلوا الجذر وبالنسبه حتى هذه ايضا لا تساوي هي جذر ناقص ا الكل اس 2 زائد ب الكل اس 2 لا تساوي من بعد هذا تبقى كما هي بالنسبه لهذه غتعطيني هي ا اس 2 عندي الناقص وعندي اس 2 تبقى لي هي زائد ب اس 2 حتى بالنسبه لهذه عندي اس 2 ينزل على هذا يولي موجب تبقى لي غير ا اس 2 زائد تاعنا هاد اس 2 ينزل لي على الناقص تولي موجبه وتبقى لي ب اس 2 هادشي اش قلنا باش نتوما تعرفوا علاش قلنا ماشي غير هكا قلنا تاع هنا ا اس 2 لان هاد الناقص مشات ليا مع اس 2 زائد ب اس 2 يعني كاملين تساوي ا اس 2 زائد ب اس 2 ك
كاملين، يعني مهما سواء كان السكن اللي هو هذا، سواء كان هذا، سواء كان هذا، كاملين عطاونا نفس النتيجه. الاستعداد درنا بيناتهم تساوي. ندوز دابا خاصيه اخرى. ماذا تقول هذه الخاصيه الاخرى؟ تقول لنا اذا كان يعني زد زد مضروبه في زد بريم لا تساوي زد مضروبه في زد بريم معيار. خاصيه اخرى هنا اذا كان عندنا الخارج زد على زد بريم معيار، اش تساوي؟ هو المعيار تاع زد على المعيار تاع زد بريم. ندوزو لخاصيه اخرى، واحد على الزد تساوي هو المعيار الشيء كامل، تساوي هو واحد على المعيار تاع الزد. ندوزو لخاصيات اخرى، ندوزو لخاصيات اخرى. اش عندنا؟ عندنا الزد معيار اس ان، هنا تتساوي هي المعيار تاع الزد الكل اس ان. ندوزو خاصية أخرى، إذا كان عندنا إذا كان عندنا مثلا شي عدد حقيقي، إذا كان عندنا ألفا زد المعيار تاعو يساوي هو ألفا، المعيار تاع زد واحد جوج تلاتة أربعة، باقي خاصنا وحدة، وهاد الوحدة غنشرحوها هاد الشيء علاش. واحد جوج تلاتة أربعة خمسة، خمسة وزائد هذا اللي غنديرو هي ستة. عقلوا عليهم مزيان لأننا ماشي سنحتاجهم بزاف و تينقصو علينا الوقت باش نحسبو مثلا واحد المعيار. خصنا المعيار تكون مركب، هادي تنستعملها إذا كان عندنا المعيار مركب. يعني عندنا مثلا زد زائد زد بريم، هادي ما تتساويش كيتدي لها زد زائد زد بريم، وهذا خطا تتخالف. يعني زد زائد زد بريم ماشي تساوي اصغر او تساوي زد زائد زد بريم. نديرو لها البرهان تقراتو السنوات الماضيه، ان اذا كان عندنا مثلا واحد اكس محصور ما بين اكغيك والمرافق تاعو يعني ناقص اكغيك، هذه تستلزم ان القيمه المطلقه تاع اكس مالها اصغر او تساوي اكغيك. حنا دابا نجاوبو عليها جبريا، من بعد ندوزو لها هندسيا باش تعرفوا علاش بالضبط قلناها. ليكن مثلا واحد زد ليكن زد غير بوحدو محصور ما بين القيمه المطلقه تاع زد وناقص زد، وزد بريم محصوره ما بين زد بريم وناقص زد بريم. هذا دابا اش نديرو ليهم؟ نشدو هذا ونجمعو مع هذا، اي الا شديت زد زدت عليه زد بريم هيولي محصور ما بيناش، ما بين زد زائد زد بريم، هنا ناقص زد ناقص زد بريم، اي قلتو هادشي زد زائد زد بريم محصورة ما بين زد زائد زد بريم، وهنا نعملو بهاديك الناقص باش نوصلو لهادي، يعني تولي عندي زد زائد زائد زد بريم، نديرو هنا بين قوسين لأن ما عملنا. من بعد هنا بحال وصلنا لهذيك الخاصية، ما بانش ليكم بأن هذه راهي إكس، هذه راهي إكس في الحالة، وهذه هي إكغيك، وهذه هي إكغيك، هنا إكغيك، هنا إكس هي دي إكغيك، وهنا إكغيك، وهنا كاين ناقص يعني المرافق تاعو. يعني اش تستلزم هذه؟ ماذا تستلزم؟ ان القيمه المطلقه تاع اكس يعني فين اكس، يعني ان القيمه المطلقه تاع زد زائد زد بريم مالها اصغر او تساوي اي
إكغيك اللي في هذه الحالة شناهي عندنا هي زد زائد زد بريم. عرفتي العزبة قلنا بأن المعيار تاع زد زائد زد بريم أصغر أو يساوي المعيار تاع زد زائد المعيار تاع زد بريم. دابا عرفنا برهنا عليها جبريا، دابا ندوزو للبرهنة تاعها هندسيا. نعتبر واحد المثلث قائم الزاوية، واحد المثلث نعتبره بأن هنا نعطو مثلا هنا جوج ونعطو مثلا هنا ستة. واش هذه يعني ممكن نتوما ديروها بمسطرة وديروها بالتدقيق، ديرو هنا جوج سنتيمتر وهنا ديرو مثلا ستة سنتيمتر ولا أربعة سنتيمتر، غتلقاو بأن هاد المسافة متتساويش جوج زائد ستة، بالعكس بأنها أصغر. يعني هاد المسافة راه تلقاوها صغار من ثمانية، هنا ستة زائد جوج متلقاوش تساوي ثمانية. يعني إلا شدينا جوج زائد ستة في هاد المثلث راه متساويش لينا ثمانية، غتكون أصغر أو تساوي ثمانية. متفقين؟ بحال إلا قلنا هنا زد، بحال إلا قلنا هنا بحال إلا قلنا هنا زد، هنا زد، هنا زد بريم، وهنا درنا لها زد زائد اللي لقينا هي ثمانية، اللي هي متكونش ثمانية، تكون أصغر من ثمانية، أصغر من ثمانية، هادشي اللي يكون هنا أصغر من ثمانية زائد زد بريم. يعني قلنا بأن زد زائد زد بريم راه يكون أصغر أو يساوي المعيار تاع زد زائد المعيار تاع زد بريم. هذا هي هندسيا. وممكن كما قلت لكم تاخذوا المقياس مثلا تاخذوا جوج سنتيمتر وانا ثلاثة وتحسبوا هذه، تلقاوها بأنها صغر من الجمع تاع المسافتين، لأننا هنا تنهضروا على المعيار، قلنا المعيار عبارة عن مسافة. هادشي هادو هما الخاصيات، هادو هما الخاصيات تاع المعيار تاع عدد عقدي. وان شاء الله غنديرو تمرين في معيار عدد عقدي، يكون تمرين خاص. ونوقفو هنا وان شاء الله نتلاقاو الجزء القادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.